بماي فيلم اليوم معنا سيلين مكرزل مخرجة شابة، واليوم رح نتعرف سوا على فيلم التخرج اللي أخذت فيه علامة كتير كتير منيحة واللي اسمه كوداي. هاي سيلين. هاي سيلين. كوداي أو نظرة خاطفة إذا فينا نقولها بالعربي، أو لمحة. لمحة عن شو ومين؟ أوكي، هي لمحة للحياة لبرا. بيكون في كلون جاك إن دو بوكس عايش بقلب العلبة تبعه، بنهار بيطلع لبرا على الحياة وبيلاقي إنه في موتيفيشن يطلع، أساس الحياة كتير حلوة مثل ما كان شايفها هو بقلب علبته، بس لان بيطلع وبيلاقي إنه لا، في شيء زيادة، في شيء ديفرنت، مش كل شيء كتير حلو. انزعج من الحياة، ولكن المميز بالفيلم مثل ما كنت عم تخبريني يا سيلين إنه صحيح هو فيلم بس مصور بقلب مسرح. صح. ليه هالفكرة الغريبة؟ اوكي، هلا نحن بس نطلع على الحياة مثل كأنه نحن عم نطلع على المسرح، المسرح هو مثل الاكسبوجر تبع الحياة لنا. سو بما ان انا منقي الكاركتر الكلون، سو الكلون دائما هي بيرفورمز على ستيج، مشان هيك نقيت المسرح. سو هو اصلا كمان شوي سيمبوليك بكل شيء بالفيلم. نعم. فمشان هيك منقي هذا الشيء. رح نشوف اول باساج من فيلم كوداي وبنرجع بنعلق عليه سوا انا وياك. كل شيء اشتغلتي ايه؟ مش معقول، يعني الجو كله مدري كيف. بس هيدا الشيء بيعني انه الفيلم ناجح بتفاصيله. كيف قدرت تشتغلي هالقد على التفاصيل سليم؟ هو اهم شيء بالفيلم هن الديتايات. الفكره في افكار ودائما معموله، افكار هي ذاتها دائما، المهم كيف تعمل الاكزكيوشن تبعها للفكره. سو اهم شيء هن الديتايات. الديتايات يلي يعني شو؟ الارت دايركشن، الصوت، الموسيقى، شو تحديدا؟ كله بيكمل بعضه. نعم. انا اكثر شيء ركزت على الارت دايركشن لانه هذا الشيء اللي بحبه. وبتشتغلي بالارت دايركشن؟ اكزاكتلي. نعم. فكتير ركزت على التفاصيل بالكيف بدي اعمل الماسكات، في هلا حنشوفهم بعد شوي في ماسكات بالفيلم، وركزت حتى كيف بده يكون لابس الكلاون انه، والولاد كمان كيف لابسين. نعم. كله فيه تم سيركس شوي، وفيه هذا المود الماجيك. والالوان الوان هيك دارك، الجو دارك شوي، مع العلم انه نحن بنعرف انه الكلون هو شخص كوميدي، ولكن دائما في عنده هالشق الاخر يلي هو الشق الحزين. صح. كان حزين او كان اكثر بخوف؟ هو مش بخوف، هلا نحن محكومين انه يكون شوي دارك لانه نحن بقلب مسرح كمان، دائما مود المسرح بيكون دارك. الكلاون اللي عندي منه تيبكال كلاون، هو بيرولو كلون. بيرولو كلون هو كاركتر كتير مشهور بالكوميديا ديلارت. بالكوميديا ديلارت. اوكي، فهو حدا كتير ريفو، ومشان هيك كان كتير مناسب لفيلمي للكاركتر اللي مفروض يكون بالفيلم. نعم، الكلون الحالم. exactly. المهرج الحالم. الكلون الحالم اللي هو بالآخر بقصته لبيرو الكلون، بآخر بيطلع على القمر بعيش لحاله، وهون حنشوف في شي سيميلار شوي أنا كنت كتير انسبيري منه. خلينا نشوفه. للقصة.
سيلين فيلم معبر جدا وفيه رمزيات كتير كبيرة. شو الرمزية الأساسية تبع هالفيلم؟ الفيلم بيحكي عن المجتمع. فينا نقول إنه الكلاون بيعطي ريبريزنتاسيون عن حال لحدا جديد على الحياة، عم بيطلع على الحياة، لأنه شفناه رجع على عالم الطفولة بالآخر. اكزاكتلي، لأنه هو طلع اختبر الحياة مع الكبار، مع المجتمع العادي، بس شاف إنه هذا الشيء منه كتير حلو، ما بيناسبه لإله. هو كلون وهو لعبة بيناسب حياته مع حياة الأولاد. مين مثل دور الكلون؟ إلي خاطر، وبقول له ميرسي كتير كتير ساعدني. He was very good وكتير كتير ساعدنا بالفيلم. يعطيك ألف عافية وموفق إن شاء الله بالأفلام الجديدة يلي رح تعمليها إذا كانت بهالتقنية، يعني أكيد رح ينجح. أهلا وسهلا فيك سلين مكرزل. بريك قصير ومن بعدها منكون مع كلينيك. تابعونا.